كم باقي يا ابن ايش؟ انت من كل دقيقه تو تسالني كم باقي. اصبر اصبر، باقي يمكن ساعه كده بس. والله العصريه طويله ايش يا واد، مش اسوي ما معك الا تصبر. والله السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عيال سمعتوا اخر خبر؟ والله ما سمعنا لا خبر ولا شيء. والله حتى انا ما سمعت. You wolf like a dog. You wolf like a dog. والله كويس انك ذكرت انه صايمين يا شيخ. والله يا شيخ بعد المغرب، بعد المغرب هذه الاشكال هذه بعد المغرب. حرام عليك يا ابوي، اليوم 15 رمضان ما خليت اني اصوم ولا يوم. يا ولد مين اللي يجي كل يوم يدق علي يقول لي هيا فطر؟ كي 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 يا عيال، ايش بكم فاطرين؟ يوه رمضان قريب. لا يا شيخ لا تفهم غلط، احنا جايين من الام لقينا هنا طايحه قلنا نشيل. يا ولد ترى يمكن راح، والله تراني جيعان صح. تعال يا شيخ هذا اللي قاعد يمسحنا قبل شوية. لا وياكل من ايش اسمك؟ على الوضع والله اني كنت جيعان وبس وكذا. حياك الله حياك الله. اقلد اقلد هذا بطاطس يا ولد، هذا بطاطس. هذا هذاك مو كانه علي؟ الا الا هو يا ولد. متى حلك؟ اظن حلك امس مدري قبل امس. ولد لازم نعطيك بحلاقه. ايش؟ حط يدك مويه عشان تجي اللسعه قويه. طلعت والله عيال ودي اطلع الشارع بدون ما اتدخل فاسلين. يا شيخ والله حزنتني. ودي كذا ارقد واصحى عيال الصبح واشوف شعري يا شيخ في الهواء يا شيخ الطبيعي يقول كذا ور. انت شايف شعرك؟ ما في الا ثلاث حبات وتبقى شعرك يقول في الهواء بدري. والله عيال امنية حياتي اني اصير ابيض. كي 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 ايش قاعد تقول؟ يا ولد استعال لونك. معك كوسة من قناة الخضروات والفواكه يا شيخ. تحديات وفرقات وحاجات كثير يعني مشهور وزي كده يعني. يعني دحين بناخذ سيلفي معاك ولا ايش تبغى يعني؟ في مقطع بنزله في اليوتيوب. لا حياك ما عندك اي مشكلة، انا جديني فاضي ما عندي اي شيء. الحين انا بسألك سؤال، ايش وضعك في الحارة حق فزعات وزي كده ولا ايش؟ عفا عليك يا واد، ينادوني في الحارة محزم المليان فزعات مضاربات كله فلوس يا واد. اوقف مع الحارة كبيرهم وصغيرهم يا واد. ايش بك انت؟ ايش عندكم مين؟ انا اشوف تصوير وحركات. اين هذا الادم يقول لي مشهور وعارف بيسوي معاه مقابله؟ مع اني والله ما اعرفه. تعرف على الادمي هذا؟ شوف ولد حارتنا. طيب هو كيف معاكم في الحاره من ناحيه الوقفات والفزعه؟ هذا ما تشوف الا وقت العيشه والفله ولا وقت المضاربات، وهذا ما تشوف. ادمي فكك.